اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور. قول لي يا سيدي. كان في سؤال المره اللي فاتت ما لحقتش اساله. قبل كده كنا اتكلمنا انه في قراءه عامه للنفس وقراءه خاصه. احنا كنا اتكلمنا في القراءه العامه، لكن اللي هي ايه بقى القراءه العامه؟ كنا محتاجين شويه في القراءه اللي الخاصه. هي القراءه العامه عشان نراجع مع بعض، اللي هي المخلوقيه، الحاجه، نعم، الالم، اللذه، اللي دخلنا بقى في حته التعبير وحاجه الحاجه والكلام ده. نتوقف بقى عن القراءه الخاصه. انا اعرف ان انا مخلوق او مخلوقه، طب انا اعرف عبد الرحمن ازاي انا اللي اختلف عن غيري؟ فاكر كنا قلنا انه في حاجه اسمها كراسه قراءه النفس، طيب، او قلنا حتى مش بالضروره هي، ممكن اختلي بنفسي واقعد. نصيحتي هنا ايه؟ انا اللي انا محتاج اعرفه كيف وصلت الى ما انا فيه الان. ايه اللي خلاني عبد الرحمن اللي قاعد قدامك دلوقتي؟ اكيد انا عديت على بيئة، أقصد بيئة اجتماعية، مش البيئة اللي هي باللفظ العامي عندنا اللي هي البيئة يعني بين قوسين الدنيئة، لا، بيئة، بيت، مجتمع، شارع، سوق، مسجد، مركز قرآني، نادي شباب، مش عارف إيه، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. طيب الكلام ده أنا اختصرته في حاجة اسمها كراسة قراءة النفس. اللي أنا بنصح بيه عادة أنه الشخص يدي نفسه كل يوم 40 دقيقة ماكسيموم ساعة قبل النوم. كل يوم؟ كل يوم. ده كمرحلة أولى، بعد كده مش هيحتاج الكلام ده. يعمل إيه؟ اطفي الموبايل، ابعد عن أي مشتت، ابعد عن الناس. فاكر لما قلت لك افتح الباب في الصالون وخرج الناس؟ أيوة. أقعد مع نفسي بقى، طب أعمل إيه؟ أمسك الكراسة كل يوم بمعدل 40 دقيقة. وأنا مقسم الكراسة بمراحل فصلية. أول 6 سنين، من 6 للبلوغ، فصل البلوغ لوحده، من البلوغ للثانويه العامه، الثانويه العامه جامعه او معهد او كليه او تيفر، الشغل، الارتباط، الخطبه، الفرح، لدرجه الطلاق. طيب الغرض ان انا اعرف انا مين، والاسئله انا صغتها بطريقه ما فيهاش ايحاء، اللي هو هل تتذكر ان اباك كان شخصا جيد؟ لا، ما فيش. فاكر ايه عن بابا؟ مامتك كانت عامله ايه؟ العلاقه بين والدك ووالدتك كانت؟ أسئلة مجردة علشان أنا أفتكر نفسي وأحداث تاريخ نفسي كيف أوصلتني إلى هنا. يعني أنا ببص كده على نفسي وكأن أنا بشرحها. طيب أوكي، خلصنا الكلام ده كله. طب وبعدين؟ دائما الناس بيسألوا السؤال ده، بعد ما أنت شرحت نفسك وقرأتها هيتطلب منك الكلام ده أنك تعرف إيه نقاط ضعفك، إيه الحاجات اللي لما جيت عليها لقيت أنك أنت متردد انك تكتبها. ياما قيل لي الموضوع ده، دكتور هو انا ليه لما بخش الفصل ده ابقى عايز اتهرب وفجاه الاقي 100 حاجه عايز اعملها الا انا اخش في الفصل ده؟ احد الاخوه مره كلمني قال لي دكتور عندنا حاله غريبه، مامتي صحيت النهارده وللاسف مارست ممارسه مش فاهمينها، فجاه كانت عايزه تخرج من البيت من غير حجاب وبطريقه بقت تتكلم حاجات بتلخبط ومش عارف ايه. راحوا للدكتور نفسي فشخصت على انها اكتئاب ذهاني. طيب داخله في حاله اكتئاب وفيها هلوسه والكلام ده. قلت له بص مامتك عندها قد ايه؟ قال لي يعني في اوسط الستينات. قلت له انا انصح بكراسه قراءه النفس بس غالبا هتحتاج حد يساعدها، ممكن تساعدها؟ قال لي ممكن اساعدها طبعا. قلت له هتصبر لانه فيها حاجات ممكن ما تقبلش انها تتقال في وجودك. قال لي مش مشكله، خلي الموضوع ده عندي. وفعلا بدا معاها شوية شوية واقتنعت انها تبدأ. طيب كلمني بعد كده قال لي طبعا في تفصيل، يعني قال لي ما بتكتبش، ممكن تسجل صوت؟ قلت له المهم يخرج منها التعبير ده. يعني ما ينفعش بس تقرا انا عارف، لا لا لا، لازم يطلع الكلام ده منها كتابة او صوت. قال لي يا دكتور في حاجة غريبة، مامتي كل ما نحاول نقرب من فصل الارتباط تروح شغل نفسها في اي حاجة الا الكراسة. قلت له هنا مربط الفرس، ركز عليها في الكلام. قال لي اجبرها؟ قلت له اجبرها. قال لي بس مامتي. قلت له اعتبر نفسك تمسك بمبضع الجراح وحتؤلمها علشان تطلع منها السم اللي جواها. طيب عندت معاه يوم يومين ثلاثة أربعة، في الآخر قال لها بص لو ما عملتش الكلام ده أنا حسيبك مش هتشوفيني ومش عارف، وهي بتحبه طبعا فضغط عليه ابتزاز عاطفي يعني. قالت له خلاص بس انا عايز اعمل الكلام ده لوحدي. وسجلت الصوت. هو راح عامل ايه؟ سجل من غير ما يقول لها
انه الكلام اللي انت هتقوليه هيبقى متسجل عندي. اه بدات تتكلم في حاجات عمرها ما اتقالت قدامه. كره الايام الاولى للجواز وكل حاجه حصلت في بيت اهل الزوج. حماتها واخو جوزها الكبير ومش عارف ايه يقول فجاه بعد الكلام ده يقول يا دكتور فجاه لقيت ماما بتعمل حاجات غريبه، بترفض لبابا اي طلب، انا في عندي معازيم اشتري لهم المطعم، انا مش هطبخ حاجه. قلت له امك رجعت لايام الارتباط الاولى فبتتمرد بعد 40 سنه جواز. كانها بتنتقم مثلا اللي كان بيحصل بالظبط، كل حاجه بتخرج دلوقتي. آه. طيب قلت له اسمح لها بالكلام ده، ولازم باباك يعرف انه لو ما عملتش الكلام ده دلوقتي الله اعلم هتوصل لحد فين. خرجت كل حاجه، بقت تتمرد بشكل غريب، فجاه بقت عايزه تطلع تروح دورات تدريبيه وتحضر دروس ومش عارف ايه، والحمد لله كان الاب متعاون نوعا ما. في يوم من الايام كلمني، كنت في امريكا، قال لي يا دكتور انا في قدامي منظر والله نفسي تبقى معانا وتشوف. قلت له ايه؟ قال لي احنا على البحر. ماما وبابا بيتمشوا كانهم لسه خاطبين جدد، يعني جديد. سبحان الله. قلت له بالظبط، كل حاجه طلعت. طيب الكلام ده كله عشان كراسة قراءة النفس، طلعت حاجات ما كانتش شايفاها اصلا. طيب يقدر الله سبحانه وتعالى بعد المكالمة دي باسبوعين الاب يتوفى. كلمني الاخ بيقول لي مامتي بتعيط على بابا بطريقة ما كنتش اتخيلها لكمية الكره اللي كان موجود قبل كده. قلت له تصور لو انه قراءة النفس ما كانتش اتعملت، ولو ما خرجتش كل حاجة كانت جواها، كان دلوقتي هيبقى موقفها ايه؟ لا عارفه تعيط عليه ولا تكرهه ولا تدعي عليه في جهنم ولا مش عارف. انما بمجرد انه كل الكلام طلع خلاص، وده برضو لما هنيجي على التخليه هنفسر فيه اكتر. لكن كراسه قراءه النفس، قراءتي لنفسي هتخليني اعرف في جوايا ايه. هذا الكائن المجهول بالنسبه لي هو فيه ايه. اكرر تاني، انا محتاج اعرف نقاط ضعفي، نقاط قوتي، ايه الحاجات اللي وقفت عندها وحسيت انها كانت عامله لي قلق. لما جبت سيره المدرسه قلقت، لما جبت سيره الصحاب ومش عارف ايه قلقت. لما جبت سيره الارتباط والخطبه والمش عارف ايه حسيت ان انا هنا متكركب بتهرب. ده اللي مطلوب. الكلام ده غرضه زي ما قلت ان انا اعرف نفسي. السؤال اللي دايما بيتسال، طب يا دكتور لو انا ما قريتش نفسي ايه المشكله؟ شوف الايه القرانيه بتقول لك ايه، بل الانسان على نفسه ايه؟ بصيرة ولو ألقى معاذيرة. أنت أكتر حد بيعرف نفسك، فما عندكش حجة تقول أنا ما بعرفش نفسي. عشان كده بالمناسبة إحنا قراءة النفس في فقه النفس بنسميها إيه؟ الاستبصار والتبصر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت تعرف نفسك، بس في حواجز كتيرة بينك وبين نفسك. عشان كده بقول لك اطفي التليفون، خرج الناس، عشان الحواجز دي تقل شوية شوية. طب لو أنا ما عرفتش نفسي هيحصل إيه؟ سؤال يعني منطقي. أيوة. لو انت ما عرفتش نفسك الناس هتضحك عليك بحاجات هيقولوا لك انك انت كده. ازاي؟ وتصدق ليه؟ لانك ما تعرفش نفسك. انت عارف انك انت شخص، انت شكلك كده طبيب ادرس طب، انت ما تعرفش نفسك تروح تدرس طب. لا لا اقول لك ايه، لا لا مش طبيب، انت مهندس، انت باين بتاع خطابه والقاء ومش عارف ايه والكلام ده. لما انت ما تعرفش نفسك تلقائيا ستترك نفسك ضحية لفلسفات الآخرين وسفسطات الآخرين، وبين قوسين الآخرين هيلعبوا بيك زي ما هم عايزين لأنك انت ما تعرفش نفسك. وبالتالي قراءة النفس مهمة جدا، لكن الكلام ده فيه مشكلة. في سؤال تفضل. طب دكتور بالنسبة للمثال الأخير اللي حضرتك ذكرته، هل مجرد ان انا اللي هو بتاع السيدة اللي كان عندها مشكلة، طيب هل مجرد ان انا اطلع اصارح نفسي بالنقاط اللي كانت مسببه لي مشكله او معيشاني في هم، هل مجرد ان انا اطلعها للسطح هل ده كفيل ان كل مشاكل تتحل؟ جميل. في ماده كراسه قراءه النفس اللي انا اصلا نشرها على الانترنت، انا حاطط نماذج لرسائل جات لنا لناس انا عمري ما قابلتهم ولا جوا العياده، ولا لمجرد انهم قروا ماده كراسه قراءه النفس نزلوها من النت وبعتوا رسائل شكر، يا دكتور شكرا المساله اتحلت، يا دكتور انا كنت بروح لدكاتره بتعالج من كذا وكذا وكذا المساله اتحلت. بس هل هذا يعني انه الكل؟ لا، البعض ممكن يقول لك المساله اتحلت، البعض ممكن يقول لك
انا في عندي كام سؤال كده بعض ما قريت نفسي حاسس ان انا لازم اقعد معاك او لازم اقعد مع حد من اهل الاختصاص مثلا. البعض ممكن يقول لا انا بعد ما قريت اللي انا قريته اكتشفت انه في بلاوي. طيب تعتمد بقى على الشخصيه، ضعفها، قوتها، مدى تغلغل المسائل جوه. المهم انه على الاقل ان انا قعدت وعرفت في ايه جوه احسن ما فاكر لما كنا بنقول المجهول متعلق بالخوف. نعم. تصور لما بتبقى قاعد مع تصور لو انت قاعد معايا وانت ما بتعرفنيش، غالب الظن انك هتبقى متخوف مني. اقلب بقى كلمه قاعد معايا لكلمه قاعد مع نفسك وما تعرفهاش. غالب الظن هيبقى انك لما تقعد معاها هيحصل ايه، هتتوجس وهتخشى منها، بل اكثر من ذلك هتبقى اصلا مش طايق انك تقعد معاها وتتهرب منها لاي حاجه، تليفون، ميوزك، يوتيوب، مش عارف ايه، سناب شات، انستغرام. المهم ما اقعدش مع نفسي لان انا عارف انها لو قعدت تتكلم هتسمعني حاجات انا مش عايز اسمعها. انا بعد الكلام ده افتكرت احد اصدقائي كان والده دايما يعمل كل اسبوع جلسه في البيت كده، يقعدوا مع بعض يصرحوا بعض بكل حاجه حصلت. جميل. اي موقف زعلهم. جميل. اي حاجه حصلت بينهم. جميل. فانا كنت ملاحظ ان بيت سعيد جدا، ولما سمعت يعني دلوقتي عرفت السر يعني اللي حصل. لعله هذا احد الاسرار. فاكر انا كنت جبت لك مثال كعب بن مالك في تخلفه عن غزوه تبوك. نعم. هديك مثال لعلنا ننهي فيه الجلسه دي. في بدايه الحديث بيقول ايه؟ لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها قط الا في غزوه تبوك، غير اني كنت قد تخلفت في غزوه بدر. انت تقف كده وتتساءل السؤال ده. نعم، بعد المقدمه الايجابيه تطلع كمان متخلف في غزوه بدر وشايف نفسك قوي. بص بقى يقول لك ايه، غير انه لم يعاتب احدا تخلف عنه. يعني قراءته لنفسه عارف الظروف اللي حصلت، فمش هيجي حد بسهوله يخطئه لانه هو عارف الظرف. ان النبي لم يعاتب احدا تخلف عنه، انما خرج في طلب عير قريش حتى جمع الله بينهما على غير ميعاد. بعدين يروح قايل ايه، ولقد شهدت مع رسول الله ليله العقبه حين توثقنا على الاسلام. بص تقدير النفس بقى، وما احب ان لي بها مشهد بدر وان كانت بدر اذكر في الناس منها. الله. الناس كلهم بيفتكروا بدر بس انا ما يهمنيش، انا يهمني ليله العقبه اللي كنا ناس قليلين قوي. تقدير النفس. تقدير النفس. بس انا الكلام ده ليه؟ لانه قال نفسه اصلا. راح قايل ايه، وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله اني لم اكن قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنه، والله ما جمعت راحلتين. بقى يشرح نفسه بطريقه وكانك قاعد مع طبيب نفسي من الطراز الاول. لانه قاري نفسه، بس قاري نفسه بجد. وقاري نفسه بقبول، وده يمكن يعني هنتكلم عليه لاحقا. انما فكره انك تقرا نفسك، انا قلت ان انا حنهي بمثال كعب لكن افتكرت حاجه دلوقتي. حصل معايا موقف شخصيا، كنت مع صاحبي في دبي. صاحبي لاحظ حاجة، ان احنا في مطعم فاست فود مشهور كل ما كنت بعدي قدامه ابتسم. فصاحبي مرة قال لي انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك مع المطعم ده؟ قلت له ده مثال كويس على حتة قراءة النفس. قال لي ليه؟ قلت له تصور لو انا مش قارئ نفسي وانت سألتني السؤال ده، هبقى ايه ده؟ هو انا صحيح وانا ايه حكايتي مع المطعم ده؟ واخش بقى في حتة انه يا ترى هو حصل لي حاجة في المطعم ده وانا مش عارف، واروح طبيب نفسي بقى وايه حكايتي مع المطعم، وانا خايف ان انا اتجنن في يوم من الايام، واطلع بقى ويدخلني الطبيب في حكاية الله اعلم بقى، وحد متحرش فيا وانا صغير في المطعم، وكل ده ممكن يبقى ملوش اي علاقة بالصحة. قلت له كل المسألة وما فيها انه انا لما كنت صغير واتنقلنا من العراق الى الكويت كانت اول مرة في حياتي اجمع العيدية بتاعتي، وشفت دعاية اعلان تجاري في التلفزيون انه المطعم ده بيدي وجبة لذيذة وبيدي معها لعبة صغيرة، وانا كنت صغير كانت اول مرة اخش على مطعم بنفسي من فلوس عيدية بتاعتي واشتري وجبة وبس خلاص. وانت المثال سخيف على انه مطعم، لكن لمجرد ان انا عارف حصل ايه لاني قارئ نفسي. طيب التفسير كان سهل جدا، لكن لو ما كنتش عارف نفسي كان ممكن التفسير يوصل لدرجه مرض نفسي. طيب ده يعني ده باختصار قراءه النفس واهميتها، والامثله على ذلك كثيره. طيب دكتور، لو انا قرات نفسي واكتشفت ان فيها بلاوي كلكيع. بلاوي. طيب ده حينقلنا الى 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 حاجه كنا ذكرناها اكثر من مره، وهي قبول الضعف او قبول النفس. ولعلنا نتكلم في الكلام يعني في الموضوع ده في الجلسه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا وسهلا. شكرا. استعد بقى ان شاء الله.